أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، بقدر ما يفرح المسلم في فصل الصيف للأسر التي تفتح، بقدر ما يحزن في فصل الشتاء وربما قبل للأسر التي تتفكك. فالناس يعيشون أفراحاً وأعراساً ومناسبات عائلية في فصل الصيف، يفرحون بزواج الشباب والشابات، وهذا عامل إيجابي في المجتمع، بحيث يفر الناس إلى ما أباحه الله وندبه الدين، وهو الزواج الشرعي. لكن الذي يؤسف له أن هذا الفرح يقابله حزن شديد عندما ترى أن عدداً من هؤلاء المتزوجين لا يكملون العام، وتنتشر ظاهرة الطلاق في المجتمع، بحيث ينتج عنه ما ينتج من أزمات نفسية للأزواج ذكوراً وإناثاً، وما ينتج عنه من تشرد للأطفال وضياع لنفسياتهم، مع أن هؤلاء الأطفال هم مستقبل الأمة، هم شباب المستقبل، بهم تنهض الأمة أو تتراجع، بهم تتقدم الأمم أو تتخلف. والناظر في أحوال مجتمعنا اليوم يرى أن ظاهرة الطلاق صارت كما سماه البعض القاتل الصامت. القاتل الصامت الحقيقي في مجتمعنا الآن هو قضية الطلاق. هذه الظاهرة التي استفحلت، صحيح هي مشروعة، لأنك لا يمكن لك أن تفرض على إنسان أن يعيش مع إنسان آخر تحت سقف واحد وليس بينهما محبة ولا مودة. الله عز وجل عندما شرع الزواج قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. فعندما تفقد المودة والرحمة، عندما ترتفع السكينة من الأسرة، فإن الشرع والإسلام شرع للناس أن يلجأوا إلى الطلاق. فالطلاق ليس مذموما، قد يكون هو الحل الوحيد في بعض المشكلات، لكن المصيبة عندما يستفحل الأمر، وعندما ترى الناس يلجؤون إلى الطلاق لأتفه الأسباب، أحياناً للا سبب، ولو أنهم وجدوا من يتدخل بينهم ومن يحاول الإصلاح بينهم لا رجعوا. والإحصاءات تقول إن نسبة 40% ممن يلجؤون إلى المحاكم عندما يصلون إلى مرحلة التحكيم، لقول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. الإحصاءات تقول إن نسبة 40%، أي ما يقرب من النصف، عندما يتدخل الناس بينهما بإحسان فإنهما يرجعان إلى بيت الزوجية، ما يقرب من النصف. وهذا فتح رباني، هذا فتح رباني من توجيه القرآن. وإلا فأمم أخرى عندما يقصد الزوج وزوجته المحكمة من أجل ملف طلاق، فإنه قد يستجاب لهم من الجلسة الأولى أحيانا في بعض البلدان التي ليس عندها هذا التشريع، لكن عندنا هذا التشريع الرباني، أن القاضي يمهل الراغبين في الطلاق ويعطيهما فرصة لشهر أو شهرين، ويبعث ويطلب من يتدخل من أجل الإصلاح، فيتدخل الناس وينجح المصلحون. وقد جاء قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي إذا كانت النية سليمة وكان الزوج يريد الإصلاح وكانت الزوجة تريد الإصلاح وتدخل الناس بخير، فإنهما ينجحان في التراجع عن الرغبة في الطلاق. لكن المؤسف هو أن التدخل أحيانا قد يكون سلبيا، قد يتدخل الوالدان، والد الزوج أو والد الزوجة، والأقارب قد يتدخلون، ولكن بدل أن يتدخلوا من أجل الإصلاح يتدخلون للأسف من أجل الإفساد، ومن أجل قطع ما تبقى من شعرات تربط بين الزوجين بعد أن كان بينهما حبل غليظ
وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فأحيانا يتمزق هذا الحبل وتبقى بينهما شعرات، فيأتي من يكمل تمزيق الحبل أو من يرتق ويجمع ويحاول أن يربط مرة أخرى هذا الحبل، وربما عاد أقوى مما كان سالفا. لذلك الذي أريد أن أقول أيها الإخوة هو أننا خصوصا في هذه الآونة الأخيرة يجب أن نعيد النظر في تفكيرنا في مسألة الطلاق، وأن ننظر في محاولة الجمع بين الأزواج قدر المستطاع، وإلا فإن الرتق كما قالوا قديما قد اتسع، الخرق قد اتسع على الراقع كما يقال. عندما نصل إلى 100,000 ملف طلاق، 100,000، هذه إحصاءات وزارة العدل عندنا، 100,000 ملف طلاق في 2017، كارثة. مع أن الانتقال كان سريعا جدا قبل سنتين، في 2015 عندي إحصائية لوزارة العدل تقول إنها أصدرت 25,000 طلاق، 25,000 في 2015، وهي كارثة. لكن بعد سنتين تنتقل الملفات الموضوعة أمام القضاة في المحاكم إلى 100,000 ملف، هذه مصيبة. إلى أين نحن سائرون؟ ما النتيجة التي ستترتب على هذه 100,000 حالة طلاق؟ رفع ملف في سنة واحدة 100,000، هذه مصيبة، هذه كارثة، تستدعي من الناس أن يجلسوا وأن يعقدوا الندوات والمحاضرات واللقاءات من أجل مدارسة الأوضاع، لأن معنى ذلك تهدم الأسرة. وعندما تتهدم الأسرة وتتفكك فمعنى ذلك أن المجتمع كله سيعيش عطبا بل أعطابا خطيرة جدا نتيجة لهذا. حاولت أن أنظر في هذه الأرقام نظرة شرعية انطلاقا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. من بين الأرقام التي ذكرت في إحصاءات 2015 أي قبل 3 سنوات أصدرت 25 وثيقة طلاق في سنة 2015، أي رسم طلاق 25,215 بالضبط، 1686 منها طلاق رجعي، جيد طلاق رجعي هذا شيء طبيعي، و1600 تقترب من المعقول. والطلاق الرجعي معناه أن الزوج بإمكانه أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، والناس للأسف لم يعودوا يفقهون شيئا من أحكام الشرع، ما عادوا يفقهون حتى كون الطلاق لازما. يأتيك الرجل ليقول إنه طلق امرأته، قال لها هي طالق، لكنه يقول لم أكن أقصد الطلاق. كيف تقول الطلاق وأنت لا تقصد الطلاق؟ في الشرع عندنا إنما ينوى أي يلجأ إلى نيته إذا عبر بتعبير آخر. لو قال لها اذهبي لبيت أبيك، أو لو خاصمها مثلا وقال كلمة يمكن أن يفهم منها الطلاق ويمكن أن يفهم منها مجرد الغضب، هنا ينوى حسب نيته. فإن قال إنه لم ينوي الطلاق لا يقع عليه الطلاق. لكن عندما يتلفظ بلفظ الطاء واللام والقاف طلاق أي الطلاق، عندما يقول لها أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك أو شيء من هذا، هذا ليس تلاعبا، ليس عبثا، معناه أنه لازمه الطلقة، لزمته طلقة. وإذا وقع في الثانية كذلك، أي إذا راجع زوجته وقال لها للثانية كذلك، يمكنه أن يراجع. لكن عندما يتلفظ، انتبهوا، عندما يتلفظ بالثالثة للمرة الثالثة فمعناه أنها حرمت عليه. ألا تقرؤون ذلك في قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ والشرع حكيم في ذلك، لأنك عندما تسمح للرجل والزوجة بأن يعودا إلى البيت بعد أن طلقها المرة الأولى وراجعها ثم الثانية وراجعها، ربما تنتظر جرما في البيت، وهذا ما يقع أحيانا عندما نسمع عن جرائم
عن امرأة تقتل زوجها أو عن رجل يقتل امرأته أو يضربها ضربا مبرحا أو تضربه ضربا مبرحا، الشرع عندما شرع الطلاق وضبطه بقواعده وقال الله عز وجل وأحصوا العدة، أي أحسبوا عدة الطلاق بتدقيق، فالطلاق يقع بمجرد التلفظ به، بمجرد التلفظ به، وإذا كانت الطلقة ثالثة فبمجرد التلفظ بها فإنها تكون طلقة، أما ما يقع عند القاضي في المحكمة فهو توثيق، كما أن الزواج يوثق عند القاضي ويصح قبله، فالطلاق كذلك يوثق عند القاضي ويلزم قبله، يلزم وليس فقط يصح وإنما يلزم قبل أن يوثق، والعقود في الإسلام عندنا كذلك، البيع أيضا لو أنك بعت شخصا شيئا وتفاهمتما على الثمن ثم أجلتما التوثيق إلى الغد أو إلى بداية الأسبوع حتى عندما تفتح الإدارة، هل يمكن للمشتري أن يتراجع غدا السبت أو بعد غد الأحد بزعم وبدعوى أنكم لم توثقوا البيع؟ لا يقول بذلك عاقل، النبي عليه السلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والفقهاء اختلفوا هل يتفرق معنى يتفرق يتفرقان في الكلام أو يتفرقان في المجلس أي يفترقان جسديا، لكن ما قال أحد إن البيع إنما يلزم بعد توثيقه، فكيف يقال إن الطلاق إنما يلزم بعد التوثيق؟ ما قال بذلك أحد من علماء المسلمين، ونحن نعيش الإسلام 14 قرنا لم ينزل القرآن بالأمس أو أول أمس حتى ننظر في كيفية فهمه، وقد قال الله عز وجل في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ثم رقم آخر يتحدثون عن 1000 أو 3600 طلاق خلع، هذا رقم كبير، ما معنى طلاق الخلع؟ طلاق الخلع هو عندما تختلع المرأة من زوجها، أي ترفض أن تعيش مع هذا الزوج، ليس هنالك مبرر حقيقي، ليس هنالك إضرار، لو كان إضرار من الزوج هناك ما يسمى عندنا بالتطليق للضرر، لكن أحيانا لا يكون إضرار من الزوج، وإنما الزوجة لم يعد يعجبها هذا الزوج، كان يمكن أن يتفادى هذا لو أحسن الاختيار، أحيانا يضغط على المرأة في الزواج فتتزوج من رجل لا تحبه أحيانا، ثم بعد عام أو عامين من الزواج أو أكثر أو أقل يبدو لها أنها ليست مرتاحة له، هو لا يضر بها، هو ينفق، هو يدفع المال، هو يفعل كل شيء لكنها لا تحبه، ووقع هذا في عهد النبي عليه السلام، امرأة تزوجت من رجل ثم جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يعني لم أعد أطيق الزواج من فلان، أريد أن أفارقه، فسألها النبي عليه السلام إن كانت تشكو منه عنفا أو إهمالا في النفقة أو شيئا من هذا، قالت لا أذكر من ذلك شيئا، أي ليس عندي عاتب على شيء، إنما يعني لم تعد تحبه، فقال لها النبي عليه السلام إذا ردي عليه حديقته، كان قد دفع لها حديقة في صداق أو في غيره، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحمل مسؤولية إنهاء هذا العقد، وهذا هو الذي يسمى عندنا خلعا. لاحظوا وقع الذي ذكره علماء السنة أن الخلع وقع مرات محدودة جدا في حياة النبي عليه السلام، لكنه وصل عندنا الآن إلى 3600، بمعنى أن هنالك خلل، لابد من إشاعة أو من المحبة ومن التعلق من الأزواج قبل الزواج، هناك فكرة تروج في المجتمع يقولون للبنت تزوجي فلانا وستأتي المحبة بعد الزواج، لا هذا كذب، إذا لم يكن الزوج يحب زوجته فلا ينصح بأن يتزوجها، وإذا لم تكن المرأة متعلقة بالرجل فلا تنصح بأن تتزوج منه بتاتا، ولذلك الرقم الموالي رقم كارثي. لاحظ قالوا في إحصائية 2015 طلاق قبل البناء، أي الطلاق قبل الدخول،
معناه أنهما عقد العقد، أي بينهما عقد زواج، لكنهما يقعان في الطلاق قبل العرس، أي قبل الزواج. هذا مشكل كبير. المصيبة أن الرقم فيه بلغ 3000 أيضا وستمائة وواحد، 3600 يطلقون قبل بداية الزواج، أي هؤلاء قضوا مهلة الخطوبة واطمأن بعضهم إلى بعض فيما يبدو في الظاهر، لأنه كثيرا للأسف ما تكون مرحلة الخطوبة مليئة بالأكاذيب، الرجل يكذب على المرأة والمرأة تكذب على الرجل للأسف. وبعد أن يعقد عقد القران تظن الزوجة أنها قد أمسكت بتلابيب الرجل، ويظن الرجل أنه قد أمسك بتلابيبها، فإذا بالحقائق تنطلق، يظهر من الحقائق ما يدفعهما إلى فك هذه العقدة قبل الزواج. وهذا يقع كثيرا. كم سمعنا من أناس، رجل مثلا، رجل هذا وقع قبل يعني أيام قليلة جدا، جاء يسأل، قال إنه خطب امرأة وفي خلال مدة الخطوبة تحدثت له عن كل الأشياء الجميلة، وهو تحدث لها كذلك عن كل الأشياء الجميلة، وتوافق على العقد وعلى موعد الزواج، وبعد العقد مباشرة بيوم أو يومين صارحته بأنها قالت إنها تعرضت لاغتصاب قبل مدة. هو يشك هل هو اغتصاب أو زنا أو شيء من هذا، لكن لما ينتظر بهذا إلى ما بعد عقد الزواج؟ هذا مثال. وزوجات أيضا أو نساء يكتشفن بعد العقد من أزواجهن أشياء تدعوهن إلى فك هذا الرباط. لماذا لا نقرأ قول الله عز وجل ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم؟ لماذا لا نتعامل بصدق؟ لماذا لا نوجه الفتيات والفتيان على حد سواء إلى ضرورة حفظ أنفسهم من الوقوع في المحرمات؟ ولماذا لا نحاول حمايتهم من الوقوع في الزنا وفي الفساد وحتى في الاغتصاب الذي يزعم؟ لماذا؟ لماذا؟ وقد قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون. لكن للأسف بدل أن يوجه الفتيان والفتيات إلى حفظ الأنفس من الوقوع في الحرام، فإنهم يجدون من يوجههم لهم رسالة عكسية، رسالة مفادها أنه لا داعي لحفظ النفس والعفة والشرف إلى الزواج، وأنتم متخلفون عندما تفكرون بمنطق العذرية، ولما لا تتركون للشباب أن يعيشوا حياتهم كما يريدون، ولما لا تسمحون للناس بممارسة الحرية قبل الزواج؟ هذه نتائجها، نتائج من يدعون إلى الحرية الجنسية قبل الزواج هي هذه. وهؤلاء الفتيات اللائي يقع لهن هذا ضحايا، مثل ضحايا لهؤلاء ضحايا، لأنهن أفهمن أن هذا من قبيل الحرية، ثم عندما أتيحت لها فرصة الزواج وجدت نفسها أمام تأنيب الضمير وأمام عذاب النفس. هل تصارح هذا الخاطب بواقعها قبل الزواج أو لا تصارحه؟ ثم ماذا عندما يكتشف أمرها أو عندما تعترف له بعد الزواج؟ كيف سيكون شأنها معه وكيف ستعيش معه؟ لا حل إلا في الإسلام. عندما نقول إن الإسلام هو الحل فهذا هو الذي نقصد، هذا هو الذي نقصد. الإسلام هو الحل، لأنه وجه الناس إلى حفظ فروجهم وإلى ألا يمارسوا شيئا من العلاقات الجنسية إلا بعد الزواج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فقط في العلاقات الزوجية، فيما عدا ذلك يحرم. ولو ربينا الشباب والشابات على هذا لتفادينا الطلاق في هذه 3600. أما 3000 كما يقال فهي مشكلة ما صار يعرف عندنا بالطلاق الاتفاق. ظن الناس أننا حصلنا على فتح مبين عندما صرنا نتحدث عن طلاق الشقاق أو عن طلاق اتفاق، يعني زوج وزوجة تزوجا ثم بعد شهر أو عام أو عامين قد يكون لهما أولاد وقد لا يكون، بدا لهما أن يبطل هذا العقد وأن يطلقا.
فيذهبان إلى المحكمة، وصرنا كالإنسان الأوروبي تقريبا، يعني اختلف على شيء تافه أحيانا، اختلف على أين يقضيان العطلة مثلا، هي تريدها في مراكش وهو يريدها في إفران مثلا، فتناقش في ذلك ثم اختلف واتفق على أن يمضي إلى المحكمة لفك عقدة الزواج. ما هكذا تفعل الأمور. نسبة الطلاق الاتفاق وصلت إلى 15,300، أي أكثر من نصف حالات الطلاق طلاق اتفاقي. هؤلاء الذين يطلقون طلاقا اتفاقيا، أي يتفقان فيما بينهما على ذلك، لأن الزوجة لا يريد أن يتحمل مسؤولية الطلاق، والزوجة لا تريد أن تتحمل مسؤولية الطلاق، وأعتقد جازما، أعتقد جازما أنه في الحقيقة ليس اتفاقيا، إنما هو ناتج عن ضغط، فالزوج يرغب في الطلاق ويضغط على زوجته بأشياء لا تظهر، لا يضغط بضرب يمكن أن يكتشف، ولا يضغط بترك نفقة يمكن أن تكتشف، ولا يضغط بضغوط يمكن أن تظهر أمام الحاكم أمام القاضي، إنما يضغط نفسيا بمقاطعة الزوجة مثلا أو بإهمالها نفسيا. والزوجة كذلك أحيانا تفعل هذا، هي لا ترغب في الزوج لكنها ترفضه بطرق مختلفة، ولا يستطيع أن يثبت هو الضرر ولا هي تستطيع أن تثبت الضرر، فيلجأان بعد ذلك إلى ما يسمونه طلاقا اتفاقيا. بينما لو أن الناس جلسوا إلى الأرض وتذاكروا فيما بينهم وتناقشوا في الأمور وحاولوا أن يحلوا المشاكل، حاولوا أولا فيما بينهم. نحن للأسف عندما يقع نقاش بين الأزواج، وأي بيت خلا من النقاش؟ بيت النبوة، وكان يقع فيه نقاشات. ألا تذكرون قصة عائشة رضي الله عنها عندما أتي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أضياف، فبعثت له إحدى زوجاته بقصعة طعام لإكرام هؤلاء الأضياف، وكأن عائشة أحست بشيء من الغيرة رضي الله عنها، وكسرت ذلك الإناء وتشتت الطعام على الأرض، فجاء النبي عليه السلام. ماذا فعل؟ تخيلوا لو أن واحدا من الناس اليوم وقع له ذلك، أن امرأته أخذت قصعة الطعام فكسرتها على الأرض في وجهه وهو ينظر، أو فعلت شيئا من أقل من هذا، أسرع كلمة عند الناس اليوم صارت هي الطلاق. النبي عليه السلام عالج الموقف بابتسامة ثم قال: غارت أمكم، أي نوع من الغيرة مقبولة يعني، وصار يجمع الطعام بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وأمر عائشة بأن تغرم القصعة للأخرى مع أنه هو الذي سيدفع الثمن في النهاية، لكنه عالج المشكلة. يجب أن نعلم الشباب قبل الزواج والشابات، أن نعلمهم كيف يتعاملون في الحياة الزوجية، كيف يصبر بعضهم على بعض، كيف ينصح بعضهم بعضا، كيف يتلاطفون في التعامل مع بعضهم البعض، كيف يعالجون المشاكل التي يمكن أن تقع. هذه أشياء ينبغي أن نركز عليها إذا أردنا أن نعالج، وإلا فيبدو أن المعالجة الآن صارت صعبة، لكن كما قالوا: ما لا يدرك كله، لا يترك كله أو جله. فينبغي أن يعيد الآباء والأمهات النظر في تربية الأولاد، في تربية الذكور وفي تربية البنات، وينبغي أيضا أن يعيد الأزواج والزوجات النظر في طريقتهم في التعامل، في أن يحسن بعضهم إلى بعض، في أن يصبر بعضهم على بعض. كان الآباء والأمهات يوصون أولادهم وبناتهم قبل الزواج بأن يصبر بعضهم على بعض ويتحمل بعضهم البعض، لكن الوصية اليوم صارت معاكسة، توصي المرأة أو الأب ابنهما أو ابنتهما بضرورة الحزم وبضرورة الحسم وبأن لا يركبه الطرف الآخر، وإذا وقع مشكل فالمحكمة أمامه والشرطة أمامه. ما هكذا تحل الأمور، إنما تحل الأمور بالصبر وبالإحسان. والله عز وجل قد قال: وعاشروهن بالمعروف. حتى لو وقع بغض في مرحلة من المراحل فسيأتي حل للمشكل، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكم من الأزواج
وقع لهم في بداية حياتهم صعوبات في التعامل، لكنهم صبروا على بعضهم البعض، ثم بعد ذلك وقع بينهم محبة كبيرة، وواصل المسيرة إلى أن ختم حياتهما بإحسان وبمعروف. أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، لا أريد أن أختم هذا الموضوع دون أن أذكر لكم رقمًا أخيرًا في هذا الموضوع، وهو أنني صدمت عندما قرأت في إحصائيات 2017 أن نسبة طلب الطلاق في النساء أكبر منها في الرجال. قالوا إن طلبات الطلاق من النساء في 2017 بلغت 40,728 طلبا، أكثر من 40,000 طلب طلاق من المرأة، بينما طلبات الرجال 26,547. هذا رقم مخيف. ما الذي وقع للمرأة عندنا؟ كيف تربى هذه المرأة؟ كيف توجه؟ من الذي يؤثر فيها؟ هل هو الإعلام وما تتعلمه في المسلسلات من كلمتين أو ثلاث ثم تمضي إلى المحكمة لطلب الطلاق؟ هل هو المجتمع؟ هل هي الأم التي ما عادت تربي تربية جيدة؟ هل هو الأب الذي لم يعد يوجه التوجيه الصحيح؟ هل هن الصديقات والجيران والأحباب والأقارب؟ 40,000 طلب طلاق من النساء. يعني الناس يتحدثون عن المساواة، لتكون المساواة على الأقل في طلبات الطلاق. 40,000 طلب طلاق من النساء مقابل 26,000 طلب من الرجال، يعني مقابل 24,000 يتفقان على ذلك. يعني هذه النسبة نسبة فيها خلل كبير جدا، يدعونا إلى أن نعيد النظر في طريقة التربية وفي طريقة التوجيه وفي رفض هؤلاء الذين يشجعون المرأة على الطلاق، لأن هنالك أطرافا للأسف تشجع المرأة على أتفه الأسباب. يقع مشكل تافه جدا فتنصح بأن تقصد المحكمة من أجل رفع دعوى الطلاق. هذا لا يجوز. الإسلام لا يقبل بإذاية المرأة أبدا، لا يقبل الإسلام بالتعنيف ولا بالإذاية ولا حتى بالعنف النفسي، وحدثتكم عن هذا مرارا. لكن أن تصل نسبة طلب الطلاق إلى 40,000 في النساء في عام واحد، فهذا رقم يدعو إلى المراجعة ويدعو إلى الوقوف وقفة متأنية من أجل البحث عن الأسباب. وهذا ما سأحاول الوقوف معه، موضوع أسباب الطلاق، في الخطبة المقبلة بحول الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة، ولعلها ساعة إجابة، نسأل الله تعالى أن يحفظ أسر المسلمين. اللهم احفظ أسرنا من التفكك، اللهم اهد الرجال والنساء، اللهم اهد الرجال والنساء، اللهم اهد الرجال والنساء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه،
أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا للخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.